ومعنا أيضا الناشط الإعلامي ميلاد شهابي من عفرين. سيد شهابي، مرحبا بك على شاشة حلب اليوم بصفتك ناشط إعلامي. ما هو دور الإعلاميين بشكل عام في تنظيم الحراك السلمي وتصحيح مسار الثورة في حلب المحررة الآن؟ الحقيقة كانت المخاطر اللي كانت تواجه الإعلاميين في مدينة حلب هي أحد أكبر المخاطر. الكل بيعرف أنه النظام كان عنده أكثر فئة هي مستهدفة، هي فئة الإعلاميين، لأنه في رغم القصف، في رغم الدمار اللي كان حاصل في مدينة حلب بفترة الحصار، كنا نحن كإعلاميين أبناء مدينة حلب قدرنا نوصل صوت هاي الناس. ولكن التخاذل المجتمع الدولي بالفترة الأخيرة كان شاهد على المجازر اللي حصلت. للأسف الشديد نحن حاولنا قدر المستطاع إعلاميين نوصل صوت الناس المدنيين موجودين بالداخل السوري في أحياء حلب الشرقية المحاصرة، ولكن للأسف الشديد النظام اتبع أسلوب الأرض المحروقة لمرحلة من المراحل، أنه تم تدمير كل المنشآت الحيوية، على سبيل المثال الأسران أو المدارس أو المنشآت الطبية اللي هي ما لازم تقصف نهائيا. بالفترة الأخيرة في مدينة حلب أكثر من مشفى اجتمع في مشفى واحد بعد ما تدمر، وهو مشفى القدس في مدينة حلب للأسف الشديد، وكان يتعرض بشكل يومي للمجازر. مرحلة من المراحل تصل أنه أنت كناشط إعلامي ما عاد فيك تقدر تصور من كثر المجازر. طيب الآن أنتم في مناطق بعيدة عن نظام الأسد ولا يمكن للأسد أن يصل إليها، ما هو دوركم في تصحيح مسار الثورة السورية والاستمرار بها كما كانت في بداياتها؟ طبعا نحن كأبناء مدينة حلب حاليا مهجرين، وكنا ضحايا الاتفاق الروسي التركي بعد ما خرجنا من مدينة حلب. قدر المستطاع نحن عم نشتغل في الريف الشمالي لمدينة حلب أو بالشمال السوري بشكل عام، حتى نذكر الناس أنه نحن لازم نرجع على هاي الأراضي بدون حكم نظام الأسد. طبعا في مجالس وفي لجان عم تتشكل بكل منطقة، في منطقة في لجنة مهجرين حلب في مدينة باب عم تقوم في دورها من خلال الجرد المهجرين الموجودين في كل مدينة من هاي المدن، حتى قدر المستطاع في المستقبل في حال تم تأمين مساعدات على كل المجالات، إن كان المجال الإنساني أو المجال الطبي، حتى يتم تقديم هاي المساعدات للناس. وبنفس الوقت كان احنا كمهجرين راح نذكر الناس إنه احنا لازم بيوم من الأيام نرجع على مدينتنا، لازم بيوم من الأيام نحن من خلال الفيديوهات والأفلام اللي صورناها في مدينة حلب نذكر أبنائنا أنه نحن إن الحق في هاي الأرض، في هاي المدينة اللي نحن تهجرنا منها وتم استبدالها، تم استبدال سكانها بإيرانيين وعراقيين. طيب. ميليشيات محتلة الأحياء الشرقية بشكل كامل. نعم، ماذا يعني لك حي مساكن هنانو الذي كنت تسكن فيه وتنشط فيه أيضا، خاصة وأن هذا الحي هو في طليعة أحياء حلب، إن كان في التحرير من قبضة سيطرة النظام وإن كان في السقوط في يد النظام؟ طبعا أنا بحكي عن مدينة هنانو اللي هي مدينتي. مدينة هنانو عدد سكانها الأصليين 350 ألف نسمة في بداية اندلاع الثورة. في عام 2014 وصل عدد السكان لنص مليون، ازدهرت المدينة بشكل كتير كبير. اليوم ما فينا أي حدا، أي إنسان ممكن ينسى ذكرياته، ممكن ينسى الطفولة اللي عاشت في هاي المدينة اللي نحن بالنهاية تركناها وتركنا جذورنا بهاي المناطق. الناس كلها ممتلكات ظلت في هاي المناطق، دمرت بشكل كتير كبير. حي مساكن هنا يعني يعتبر من أكبر الأحياء في المناطق الشرقية، بالإضافة لذلك تعرض لدمار، تعرض لتهجير في بداية حملة البراميل. الناس تهجرت من مساكن هنانو لأحياء صلاح الدين وسيف الدولة، ولكن النظام سعى بشكل كامل يدمر هاي المدينة. اليوم أحياء مساكن هنانو، جوامع مساكن هنانو تحولت كلها للشيعة المتواجدين في المنطقة. اليوم نحكي عن السكان الأصليين الموجودين بهاي المدينة من أصل 350 ألف نسمة، ما في نسبة 10% واللي هم الموالين للنظام واجوا على المنطقة بعد ما دخل عليها النظام، ولكن السكان كانوا موجودين في ظل الثورة أغلبيته تهجر كلياته على الريف الشمالي أو الشمال السوري بشكل كامل، لأنه النظام والميليشيات الموجودة في هاي المناطق صراحة ما كان في عندهم أي بادر ليكون أنه في مصالحات مثل باقي النظام. الحقد اللي كان موجود من النظام الأسد على الأحياء الشرقية بمدينة حلب ما كان متواجد في غير محافظة. للأسف الشديد المجازر اللي صارت كانت كتير كبيرة. مفهوم، أشكرك جزيل الشكر. النشط الإعلامي ميلاد شهابي كنت معنا من عفرين.